نحو 7 ملايين دونم في محافظة نينوى تمت زراعتها بمحصولي الحنطة والشعير لهذا العام. ويتطلع المزارع محمود حسين إلى أراضيه التي تحتاج إلى الأسمدة والمبيدات، فالكمية التي خصصت لهم هذا العام لا تسد الحاجة. بالنسبة للسماد منطين كمية كلش قليلة، يعني منطين بالدونم 10 كيلو، ايش راح يسوي 10 كيلو وانت جاي تشوف الزراعة مالتنا السنة والأمطار قليلة. وتقول زراعة نينوى إنها دعمت هذه الأراضي بالبذور والأسمدة والمبيدات الحشرية، لكن نجاح الخطط الزراعية لهذا الموسم تعتمد على تعاون المزارعين، بدءا من تسلمهم البذور وصولا إلى تسويق المحاصيل. نجاح الخطة الزراعية من خلال حركة الفلاحين ونقل محصولهم أيضا بين الأغذية والنواحي. إحنا الآن انتهينا من موضوع توزيع البذور للفلاحين، الحنطة وأيضا السماد اليوريا والمركب، بالإضافة إلى الشعير العلفي لمربي الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى موضوع المبيدات. وتصدرت نينوى المرتبة الأولى في إنتاج الحنطة والشعير العام الماضي، وبلغ إنتاجها أكثر من 1 مليون طن، محققة الاكتفاء الذاتي للعراق. يسعى الفلاحون هنا في نينوى إلى التصدر على بقية محافظات البلاد في إنتاج محصولي الحنطة والشعير، لكن قلة الدعم الحكومي لهم وشح الأمطار عاملان قد يسهمان في تخفيض إنتاجهم. من الموصل قاسم الزيدي، يو تي في.